السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بين يوم مضى وآخر يطل إلى حضراتكم أحداث 24 ساعة نبدأها بالعناوين. الرئيس السيسي يؤكد تقدير مصر لإسهامات أنجيلا ميركل في تعزيز العلاقات المشتركة مع ألمانيا. الرئيس السيسي يتفقد عددا من المركبات المدرعة المطورة من قبل القوات المسلحة. مدبولي يؤكد أن الرئيس السيسي يتابع شخصيا تطورات الموقف التنفيذي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما الذي سيسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مصر. مجلس النواب يوافق على عدد من الاتفاقيات الدولية للمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات. إلى تفاصيل الأحداث. تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا عبر الفيديو كونفرنس من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي أكد لميركل تقدير مصر لإسهامهم الكبير الذي قام به منذ توليها قيادة الحكومة الألمانية في تعزيز ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن التطلع لاستمرار المستوى المتميز للتعاون على الصعد كافة. من جانبها أعربت ميركل عن تقديرها لمسيرة التعاون مع مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، مؤكدة اعتزاز بلادها بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة. وقد شهد الاتصال تباحثا بشأن تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل السد. وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، تم التأكيد على استمرار التشاور المكثف مع الأخذ في الاعتبار الدور الحيوي لمصر في إطار العمل على تسوية الأزمة، مع التوافق على المضي قدما في العملية السياسية في ليبيا وصولا إلى إجراء الانتخابات، فضلا عن إخراج القوات الأجنبية والإرهابيين الأجانب من الأراضي الليبية. كما تم تبادل وجهات النظر بشأن القضية الفلسطينية، حيث استعرض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع وجهود إحياء عملية السلام وإيجاد حل عادل للقضية، وهي الجهود التي ثمنتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. كما تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون، خاصة التبادل التجاري وتعزيز السياحة الألمانية الوافدة لمصر ومكافحة فيروس كورونا. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد عدد من المركبات المدرعة المطورة من قبل القوات المسلحة المصرية، وتفقد سيادته نماذج مختلفة من المركبات المدرعة التي تم تطويرها بمصانع القوات المسلحة طبقا لأحدث نظم التصميم والتصنيع. كما استمع سيادته لشرح بشأن الإجراءات التنفيذية والخطة الزمنية لتوطين صناعة السيارة الكهربائية في مصر بهدف مواكبة التطوير والتطور العالمي في هذا المجال. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد عدد من المركبات المدرعة المطورة من قبل القوات المسلحة، وذلك بحضور اللواء كامل وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تفقد نماذج مختلفة من المركبات المدرعة التي تم تطويرها بمصانع القوات المسلحة طبقا لأحدث نظم التصميم والتصنيع، والتي روعي في تصميمها تعظيم قدرات هذه المركبات من حيث تعدد الاستخدامات سواء للقوات المسلحة أو قوات الشرطة المدنية، فضلا عن قدرتها على المناورة وارتفاع مستوى الحماية ضد الموانع الأرضية. وقد استمع السيد الرئيس إلى شرح تفصيلي من السيد مدير إدارة المركبات بشأن مراحل التصميم والتصنيع، والتي أظهرت مدى التطور في تلك الصناعة بما يواكب أحدث الطرق المتبعة عالميا، وذلك تمهيدا لعرض هذه المركبات في إطار الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2021.
كما استمع السيد الرئيس كذلك إلى شرح تفصيلي بشأن الإجراءات التنفيذية والخطة الزمنية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بهدف مواكبة التطور العالمي في هذا المجال. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الأداء المالي والتوجه فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة وصولا إلى تحقيق فائض أولي مقداره 1.5% وتخفيض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6.7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، حيث تابع الرئيس مستجدة مشروعات تطوير المنظومة الضريبية موجها بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكانة مصلحة الضرائب ونظام الفاتورة الإلكترونية وميكانة وتطوير الإجراءات الضريبية قبل نهاية العام المالي. كما اطلع الرئيس على برامج تطوير المنظومة الجمركية من المراكز اللوجستية بالموانئ، فضلا عن نظام التسجيل المسبق الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من أول الشهر الحالي، موجها بضرورة الانتهاء من برامج ميكانة وتطوير مصلحة الجمارك بحلول نهاية مارس 2022. بينما استعرض وزير المالية مؤشرات الربع الأول للعام المالي الحالي، خاصة ما يتعلق بتوفير تمويل تنفيذ مختلف الاستثمارات الحكومية لا سيما مبادرة حياة كريمة واحتياجات قطاع الصحة لمواجهة فيروس كورونا. وبمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للشعب المصري العظيم والشعوب العربية والإسلامية. وعلى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي قال الرئيس السيسي: إن مولد نبينا الأمين كان نقطة تحول في تاريخ البشرية، فسلام الله على النبي محمد القدوة والمثل والنموذج الصالح للقائد. ومشيرا أيضا إلى أن الرسول الكريم حمل رسالة السماء وتحمل المسؤولية بشجاعة وواجه المحن بالعزيمة والإصرار والصبر. كما دعا الرئيس السيسي الله في هذه المناسبة المباركة أن يحفظ مصر وشعوبنا العربية والإسلامية من كل سوء وشر. كما هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، إذ قالت قرينة رئيس الجمهورية على صفحتها على موقع فيسبوك: إنه في مثل هذا اليوم كان مولد النبي، وهو شرف ولد النبي، والعالم أضاء أفق الكون حاملا أعظم الرسالات، فكان رحمة وهدى للعالمين. وأضافت: سلام الله على النبي الأمين الكريم الذي ضرب أروع المثل في سمو الخلق واللسان الصادق والإنسانية الرفيعة. كما دعت السيدة انتصار السيسي الله في هذه الذكرى العطرة الطيبة أن يحمي مصر وشعبها وأن يعيد هذه الليلة المباركة بالخير واليمن والبركات على جميع الشعوب العربية والإسلامية. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا مع ممثلي شركة جريفولز الإسبانية لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، حيث أكد مدبولي على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع شخصيا وبصفة دورية تطورات الموقف التنفيذي لهذا المشروع. وشدد مدبولي على أن الدولة المصرية عازمة على توفير سبل الدعم كافة لتنفيذ هذا المشروع، وقد أصدرت قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها للإسراع بتنفيذ هذا المشروع. من جانبه أكد ممثل الشركة الإسبانية أهمية تأمين الدول لاحتياجات مواطنيها من البلازما وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن مصر ستعد الرائدة في القارة الإفريقية في حصول مركزها على اعتماد الجودة من الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، ترأس مدبولي الاجتماع الثالث للجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، حيث تم استعراض مسودة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والتي تتكامل مع استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بالأهداف والسياسات ذات الصلة بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والبنية التحتية لتمويل المناخ. وتم الاتفاق على ضرورة الانتهاء من الاستراتيجية وعرضها على مجلس الوزراء لإعلانها خلال مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف بجلاسكو COP26. هذا وأكد رئيس الوزراء حرص مصر على دعم وتبني ملف تغير المناخ.
مشددا على أهمية التنسيق الدولي الفاعل وتكامل الأدوار لتحقيق الأهداف العالمية في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ. كما تابع رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري، حيث أكد مدبولي أهمية المتابعة المستمرة لموقف أعمال الإزالات التي يتطلبها المشروع حفظ القاهرة الكبرى، وكذلك موقف صرف التعويضات للعقارات التي يتم إزالتها. وأشار رئيس الوزراء إلى أن أعمال تطوير هذا الطريق المهم سيسهم بشكل كبير في تحقيق السيولة المرورية وسرعة التنقل بين محافظات القاهرة الكبرى. وافق مجلس النواب خلال جلسته برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران. كما شهدت الجلسة أيضا موافقة مجلس النواب على قرارات رئيس الجمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع دول ومؤسسات دولية. أحداثنا متواصلة مع حضراتكم وفيها بعد الفاصل. بدء أعمال الجولة السادسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية في جنيف. أهلا بحضراتكم من جديد في أحداث 24 ساعة. قرر مجلس الوزراء السوداني تشكيل خلية أزمة في جميع الأطراف لمعالجة الأزمة الحالية التي يشهدها الشارع السوداني وتحصين التحول المدني الديمقراطي. جاء ذلك في الجلسة الطارية التي عقدها مجلس الوزراء السوداني لمناقشة الأزمة الراهنة بالسودان. وأكد مجلس الوزراء السوداني أهمية الحوار بين جميع الأطراف في الأزمة، سواء بين مكونات الحرية والتغيير أو بين الحرية والتغيير والمكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالية. كما دعا مجلس الوزراء جميع الأطراف إلى النأي عن التصعيد والتصعيد المضاد. هذا وقد أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على محتجين حاولوا الاقتراب من مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة السودانية الخرطوم. ويواصل المحتجون اليوم لليوم الثالث تظاهراتهم في الخرطوم للمطالبة بحل الحكومة برئاسة عبد الله حمدوك، بينما يواصل مئات اعصامهم في الخيام التي نصبوها امام القصر الرئاسي وقرروا البقاء حتى رحيل حمدوك وحكومته. وقد دعا مناصر الحكم المدني الى مسيرات الخميس المقبل في كل مدن السودان. في العراق اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القاء القبض على ارهابي مسؤول عن تفجير اسفر عن مقتل اكثر من 320 شخصا في بغداد قبل 5 سنوات في عمليه خارج العراق. اذ قال الكاظمي في تغريده انه بعد اكثر من 5 سنوات على جريمه تفجير الكراده نجحت القوات العراقيه بعد ملاحقه مخابراتيه معقده خارج العراق في اعتقال الارهابي غزوان الزوبعي الملقب بأبو عبيدة بغداد المسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى. في الشأن ذاته أعلنت المفوضية العليا المستقلة بالانتخابات بالعراق أن عدد الطعون بنتائج الانتخابات البرلمانية تجاوز 1000، مشيرة إلى أن هذه الطعون لا تغير نتائج الانتخابات. وأعلنت المفوضية أن مهلة تقديم الطعون في النتائج تنتهي غدا، وتقوم المفوضية بالرد عليها ليأتي دور الهيئة القضائية للنظر بها، مشيرا إلى أن الهيئة القضائية سوف تصدر قرارات بهذا الشأن وستكون قراراتها ملزمة للمفوضية. كانت محافظات عراقية عدة من بينها العاصمة بغداد قد رافقت احتجاجات رفضا لنتائج الانتخابات البرلمانية التي أسفرت عن تصدر تحالف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ب 73 مقعدا من أصل 329 مقعدا. إلى الأزمة السورية، حيث بدأت في جنيف الجولة السادسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية والتي تتألف من 45 عضوا يمثلون وفد الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، وتناقش الهيئة ما يتعلق بالمبادئ والإصلاحات الدستورية إضافة إلى البدء في عملية الصياغة للمرة الأولى منذ تكوين الهيئة. كان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون قد أعلن أمس الأول أنه تم الاتفاق على 4 بنود للمبادئ الدستورية سيجري مناقشتها والعمل على صياغتها.
في خطوة تدل على تدهور العلاقات بين روسيا وحلف الناتو، أعلن وزير الخارجية الروسي لافاروف تعليق عمل بعثتها لدى الحلف وإغلاق مكتب الارتباط التابع للحلف في موسكو اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل. خطوة تأتي عقب سحب أوراق اعتماد 8 مندوبين روس لدى الحلف بتهمة التجسس، ومؤكدا أنه أثر ذلك في بعض الإجراءات، وإثر هذه الإجراءات اتخذتها حلف شمال الأطلسي لم تعد الظروف الأساسية لعمل مشترك هي متوفرة. كان حلف الأطلسي قد قرر في مارس من عام 2018 سحب أوراق اعتماد أعضاء من البعثة الروسية، وقرر طردهم من بلجيكا إثر تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا. قررت حكومة نيوزيلندا تمديد الإغلاق في مدينة أوكلاند التي كانت بؤرة لتفشي فيروس كوفيد-19 في البلاد لمدة أسبوعين آخرين، بينما أكدت اليونان أنه من المتوقع ظهور أدوية جديدة لعلاج فيروس كورونا المستجد العام المقبل. تبنت سنغافورة طوال الثلاثة الأشهر الماضية استراتيجية صارمة لاحتواء كوفيد-19 عبر غلق حدودها وتعزيز تتبع المرضى وفرض تدابير الحجر الصحي. هذا وبعد شهر من إلغاء الحكومة البريطانية عقدا مع المختبر الفرنسي النمساوي لتوفير 100 مليون جرعة لقاح فالينيفا، أكدت الحكومة الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي ما زال مهتما باللقاح ويواصل التفاوض مع لندن حول قرارها المثير للتساؤل، في حين أعلن المختبر عن ظهور نتائج أولية إيجابية في إطار تجارب المرحلة الثالثة للقاح ضد كورونا. ومن ناحيتها أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن دول الاتحاد الأوروبي 27 قدمت حتى الآن حوالي 87 مليون جرعة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عبر آلية كوفاكس الدولية التي تقودها الأمم المتحدة. وأضافت لاين أن الاتحاد الأوروبي سيقدم خلال الأشهر القليلة المقبلة 500 مليون جرعة إضافية. في إطار زيارتها إلى أوغندا، شهدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد افتتاح المركز الطبي للرعاية الصحية بمدينة جينجا، والذي تم تنفيذه بمشاركة وتعاون عدد من صناع الأدوية مثل شركة أكديما والشركة القابضة للأدوية والشركة المصرية للاستثمار والتنمية، بجانب شركتين من القطاع الخاص. كما أعلنت الوزيرة عن تقديم 20 منحة للأطباء في أوغندا. وتأتي زيارة الوزيرة في إطار حرص مصر على تقديم سبل الدعم للنهوض بالمنظومة الصحية في أوغندا والدول الإفريقية بالقارة السمراء. وفيما يتعلق بأحوال الصحة في مصر، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور نبيل الدبركي مؤسس ومدير المعهد القومي للصدر والحساسية السابق. معالي الدكتور، أهلا بحضرتك وصباح الخير. اهلا وسهلا، صباح الخير دكتور. يعني كيف ترى أهمية تناول لقاح كورونا خاصة مع تجديد الحكومة من إجراءاتها الاحترازية؟ ده شيء طبيعي طبعا، لأن احنا عايزين نقول الوقاية من الكورونا، في ان هي طبعا لازم ناخد اكبر احتياطات ممكنة لينا، من حيث ان احنا اللقاح وخبر حضرتك ده شيء طبيعي. نعم. يعني اللي على فكرة اللي متاح لي اللقاح وما بياخدوش ده بيرتكب حرمانية في حق نفسه يعني. نعم. يعني دي حرام يعني. صحيح. المهم الأول اللقاح ده حاجة أساسية. الحاجة الثانية إن لابد إن إحنا لازم الاحتياطات اللي إحنا عارفينها، إحنا عارفين إن العدوى بتيجي من خلال إن أنا ممكن عطس أو كحة أو حاجات من دي وما خدش إجراء، ما يكون واحد عيان ما خدش اجراء احترازي بان انا قفلت السكه ديت. صحيح. سكه ايه بقى؟ الانف والفم بتاعتي، مع على اساس ان هم لما اكون في تجمعات كثيره جدا واخبر حضرتك يبقى شيء جدا ان انا احتفظ، لان انا ما اعرفش الناس ديت فيهم حد تعبان ولا حاجه، يبقى خد احتياطاتي، يبقى ناخد احنا المصل دي ضروري ونلتزم بالكمامه والتباعد الاجتماعي. نعم. بالظبط. طيب دكتور نبيل، يعني كيف تقيم جهود الدولة المصرية في توفير اللقاحات لكافة المواطنين الكرام مع توافر مراكز تلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية والتغطية يعني كاملة في الجمهورية؟
لا حقيقة بقى صراحة يعني هي يعني واضح ان هي يعني كويسة جدا، واقفة كويسة، الدولة حتى عاملاها، وفي نفس الوقت اتاحت التطعيم في يعني القطاع يعني الشعب كله تقريبا، كل اللي هو بيقدم على ان هو عايز التطعيم بياخد التطعيم، ودي حاجة كويسة جدا. كمان في حتى في التطعيم بيشوفوا اللي اذا كان مريض او عنده مرض مزمن او عارف مين دي بيختاروا له لقاح بحيث انه يكون امن بالنسبه لي. نعم. اللي انا عايز اقوله حقيقه يعني دي كل التحورات دي في فتره قصيره يعني قدرت طبعا ان انا اغطي عدد كبير ومراكز بعيده وقرى وكل دوت، حقيقه دي حاجه كويسه جدا جدا وملحوظه، دي حاجه تسجل للحكومه ان هي نفذت الكلام دوت فترة صغيرة جدا، ودي حاجة كويسة يعني. نعم، نشكر لك رسالة الطمأنينة الأستاذ الدكتور نبيل الدبركي مؤسس ومدير المعهد القومي للصدر والحساسية السابق، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. من الجمهورية، الرئيس السيسي يتفقد عددا من المركبات المدرعة المطورة من قبل القوات المسلحة. وفي الأهرام في جولتنا، وزارة التخطيط تقرر إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. عودة للجمهورية، وزير التموين يعلن عن إقامة منطقة لوجستية لتصدير التمور بالوادي الجديد. وفي الأخبار، وزير القوى العاملة يؤكد أن مبادرة سلامتك تهمنا تهدف إلى الحد من إصابات وحوادث العمل. في الشروق، رئيس صندوق التنمية الحضرية يقول لا مكان لمصطلح العشوائيات في مصر الآن. الختام من الأخبار، وانطلاق مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية بمدارس القاهرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة. والآن إلى حضراتكم جولة من الأخبار الخفيفة نأخذكم فيها إلى عدد من المدن والعواصم العالمية، فتابعونا. احتضن معرض إكسبو 2020 بدبي أضخم نسخة مذهبة من القرآن الكريم للفنان الباكستاني شهيد رسام، التي استغرق إنجازها نحو 5 سنوات، حيث يبلغ طولها 259 سنتيمترا وعرضها 198 سنتيمترا، وتضم 550 صفحة في كل منها نحو 150 كلمة. استخدم الفنان في نسخته تلك مجموعة من الخطوط كالخط النسخ والفارسي، مستخدما حروفا من الألومنيوم المطلي بالذهب على قماش، مزينا تحفته الفنية بالزخارف الإسلامية المبهرة. أضواء تملأ العين بريقا في العاصمة التشيكية براغ، التي تكتسي برونق من الأضواء المتلألئة على أسطح الأبنية والجدران، حيث شارك نحو 20 فنانا من مختلف أنحاء العالم في المهرجان السنوي هناك، راسمين بأضوائهم لوحات متنوعة تحمل العديد من المعاني والقصص المختلفة. المهرجان الذي يستمر 4 أيام يجذب مئات الآلاف من الأشخاص من داخل البلاد وخارجها، كما يعد الحدث الثقافي الأكثر شعبية في التشيك. أصبحت محطات المترو في باريس ليست هدفا للركاب فحسب، بل مقصدا للموسيقيين، حيث يقوم عازف كمان بتقديم عدد من المقطوعات الموسيقية داخل تلك المحطات التي يتنقل بينها لتقديم فنه لمرتادي المترو. الفكرة لقيت استحسان وقبول عدد كبير من الركاب. دعا لاعب كمال الأجسام المصري المتوج بلقب مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي ممدوح السبيعي والشهير ببيجرامي، دعا كل شخص في العالم لزيارة مصر. وأشار بيجرامي أن مصر من أكثر بلاد العالم جمالا، مؤكدا أنها تملك تاريخا عريقا يمتد بجذوره في أعماق التاريخ، وأن أي شخص يأتي لزيارة مصر سيكون في ضيافته هو شخصيا لأنه بإمكانه فعل ذلك. جولتنا الرياضية مع حضراتكم بصحبة الزميل أحمد يوسف تأتيكم بعد هذا الفاصل.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثلاثاء معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد وحارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون لطيفا ليلا على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان درجة الحرارة متوقعة خلال الساعات القادمة بإذن الله تعالى. بدرجات الحرارة المتوقعة نكون قد وصلنا إلى ختام أحداث 24 ساعة قدمنا لحضراتكم التلفزيون المصري. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.